السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. حطوا كده اللايك وحطوا الاشتراك يا حبايبي عشان اوصل لكم كده مننا كل جديد. القناة بتاعتنا كده الصغننة متواضعة دي يا حبايبي. بصوا كده يا حبايبي الغاليين، طبعا الكتاكيت دي اللي انا كنت بنزل لكم في رمضان، نزلت كام فيديو كده يا اولاد، وبعد كده بصراحة ما نزلتش فكسل والله يا ولاد مش اكتر. فانا يا ولاد زي ما انتم شايفين كده هم دلوقتي عمرهم ايه 21 يوم. انا كده يا ولاد طلعتهم، كانوا معايا الاول في المطبخ زي ما نوريتهم لكم كده، بس انا دلوقتي يا ولاد طلعتهم فوق في مكان كده في على السطح. الجو طبعا يا ولاد يعني حر قوي، فطبعا مش هينفعه خالص في الكرتونة اللي هي في المطبخ عشان الحرارة. وبرضه يا ولاد واقفين مكانهم كده ايه، حسيت والله ان هم بصوا مش قادرين يمشوا كده، يقوموا يقعدوا بسرعة. وبرضه يا ولاد الكتمة بتاعت الحر بتخليهم ايه يعرقوا ويتهووا، وبعد كده يروحوا يعطسوا. انا كان طول عمال يعطس كده عطسة خفيفة، بس انا يا ولاد عاملة لهم في اللي هنا كده اهو بشيح وليمون وشاي وزعتر عليها في بعض ليهم. حتى يا ولاد البراز بتاعهم كده كان مد على خضران، الحمد لله. يعني بدأ ايه الخلطة دي يا ولاد حلوة خالص، بتاعت الليمون والشاي والشيح والزحتر دول يا حبيبتي تغليهم على بعض كويسين جدا يا ولاد. وانا ملتها لهم كده، قرب يخلصوا ان شاء الله اهي. بعد كده يا ولاد هنزل لهم ايه بقى، بصل وثوم وليمون او خل يعني مع بعض، برضو ده حلو خالص يا ولاد عشان يرفع المناعة بتاعتهم ويحوش عنهم العطسة والعطسة الخفيفة يعني دي. وممكن برضو نحط يا ولاد برشامة ريفو او اتنين على السقاية الكبيرة دي، وان شاء الله يا ولاد خير بإذن الله. ان شاء الله بإذن الله هنبدأ ننزل مع بعض كده كل يوم فيديو ليهم ان شاء الله. ان شاء الله يا ولاد كانت في شوية كركبة كده معايا وكنتش فاضية بصراحة ان انا اصور، وان شاء الله خير يا ولاد باذن الله. فانا حبيت بس ايه اطلع اقول لكم كده الفيديو ده، يا رب الفيديو يعجبكم. حطوا اللايك كده والاشتراك عشان يا ولاد اللايك بيرفع كده الفيديو ويخلي يعني عدد كتير من الناس تشوفه. وحطوا الاشتراك برضه يا حبايب قلبي. يلا يا حبايب اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.